مشاهدينا شباب موهبتك احلى شباب في الدنيا، زي ما وعدناكم كل مره نكتشف المواهب النادره والفريده والمميزه في الجامعه. معانا النهارده ابراهيم مصطفى، اهلا بيك. عرفنا بنفسك. اسمي ابراهيم مصطفى، بدرس في كليه تجاره فرقه ثالثه، سنه 21 سنه، وموهبه بيت بوكس. البيت بوكس موهبه صعبه، اشمعنى البيت بوكس اخترتها؟ انا من بدري بسمع بيت بوكس كتير، يعني في اليوتيوب، في النت، فأعرف كنت في الحتة دي، فحبيت الموضوع انه مش منتشر وصعب مثال الى حد ما يعني، فحبيت ان انا اجرب التجربة دي ولقيتها ان انا دايس فيها وشغال فيها كويس، فاستمرت. بس ايه الوسائل اللي ساعدتك ان انت تنمي الموهبة دي عندك، او اكتر شخص دعمك؟ عشان البيت بوكس قليل عامة في الصعيد عندنا، مفيش ناس كتير بتلعب بيت بوكس، فانا اتعودت ان اليوتيوب هو الشيء اللي خلاني ان انا اتعلم اكتر. بدات من فيديوهات مبتدئين، بقيت اخد الحروف اللي هي مثلا التيت، البيب، يعني الاساسيه، حروف المختلفه. وبعد كده بقيت ان انا اخش بقى على حاجات مباتلات، لو الناس بتلعب فالقط من هنا اسمع من هنا، ودخلت على حاجات يعني كل وقت توصل لمرحله معينه تبقى عايزه الاحسن، فتفرج على حاجات اكتر صعوبه عشان تتعلم منها. اعتمادها كله انك تسمع بس؟ هو سمع، يعني اي موسيقى، ان احنا اساسا بيت بوكس اللي هو التون بتعمله عن طريق الفم، فانت عشان تعمل موسيقى لازم تسمعي الحان، تسمعي موسيقى، تسمعي حاجه اسمها بيتات. السمع هو الشيء الاساسي عندنا في اي حاجه يعني. بس البيت بوكس من المواهب النادره وصعبه جدا في مصر كلها، فمش منتشره او معروفه، ايه السبب؟ السبب اللي هو اني يعني احنا مجال الهيب هوب عامة، ده بيت بوكس طبعا مجال اسمه الهيب هوب، اللي هو بيت بوكس باب بيبقى فيه بريك دانس، بيبقى فيه حاجات كتير جدا تبع الهيب هوب. عامة الهيب هوب مش منتشر في مصر. الهيب هوب جزء منه بيت بوكس، كمان بيت بوكس اللي هو اسوأ، اللي هو مش محدش يعرفه عنه اي حاجة خالص، يعني يا دوب الناس تعرف الراب عن طريق احمد مكي، فيشاوي، زاب ثروت، الناس دي. لكن لو اتفرجت على بيت بوكس مش هتلاقي حد، مفيش حد فيمس مشهور بيعمل بيت بوكس. فده السبب ان هو الناس بتحب الى حد ما انها تقلد، يعني انا شفت واحد مشهور بيعمل حاجه فانا عايز اعمل زيه. فدي من الحاجات النادره. فدي مفيش خالص، معدومه يعني. طيب لما اصحابك عرفوا او انت اتكلمت معاهم كان رد فعلهم ايه؟ انا يعني عامه بتكلم عادي، فانا بقول ايه التفتفه دي؟ يقول لك انت ليه بتفتف علينا؟ فدايما انتقادات انتقادات انتقادات. فلان انا كمان كنتش لسه دوست فيه قوي، متمكن قوي يعني، لكن الكلام ده فادني اكتر، بالعكس اللي هو ما خلينيش قاعد بقى والله خلاص انا مش هستمر، لا انا هستمر. هو دايما اي حاجه جديده بيبقى فيها احباط. اي حاجه اولها احباط، بس اصرارك عليها هيخلي الناس دي هي اللي تيجي تقول لك انت عملت كده ازاي؟ انت ابهرتني، انت انا عايز اعمل زيك. لكن لو سمعت الكلام وفضلت قاعده مكانك، ما نجحتيش، ما طورتيش من نفسك، يبقى انت كده فانت اشتغلت على نفسك واخدت الموضوع تحدي. خدته تحدي وما طلبتش وما رحتش لحد ان هو يعلمهوني. انا في بيتنا على اليوتيوب قدرت ان اتعلم. بس طيب ممكن تقدم لنا حاجه؟ اقدم لك حاجه، بس هو عامه البيت بوكس نوعين. في منه عادي اللي هو البيتات العاديه كيكو سنير هنعملها دلوقتي، وفي الدبستيب. طيب كلمني بقى على كل نوع، وعايزه تقدم لي حاجه في كل نوع. ماشي، هنعمل الكيكو سنير العاديه خالص. تمام. نعمل مثلا نقول رائع جدا. ده النوع الاول. النوع الاول. طيب النوع الاول بيختلف عن النوع الثاني في ايه؟ الدب ستيب بيبقى صوت اقوى، مايكات هنا، مايكات متينه شويه تستحمل، اللي هو بيبقى صوت اقوى. وبعد كده بيبقى فيه اللي هو الاصوات مختلفه، يعني بتنوع ما بين الاصوات، بتنوع بين الاصوات، بتعمل حاجه مختلفه تماما. يعني هو البيت بوكس ده اللي انا عملته الاول هو حاجه اسمها بيت عادي،
اللي هو مثلا ناس بتغني راب او بتغني اي حاجه، أو بيعتمد على الاساسيات في الموهبه. لكن الداب ستيب ده بيبقى فري بقى، اللي هو انت بتقعدي كده مع نفسك بقى وتطلعي كل الامكانيات بتعمليها. طيب سمعنا حاجه بقى. ماشي. الداب ستيب مثلا لا ما شاء الله الموهبة جميلة. ربنا يخليك يا رب. طيب الموهبة دي بتعتمد أكتر على النفس، مش بتتعبك؟ لا اتعودت خلاص. فهي يعني المرحلة مرحلة تعود. هي في الأول بتبقى صعبة. بتبقى صعبة. بعد كده أي حاجة تعود بس. طيب يعني شاركت في حفلات قبل كده، مؤتمرات؟ عملنا أكتر سمعنا يعني. هو أنا قبل ما أجي جنوب الوادي كنت في سوهاج، فغالبا عملت كل حفلات في سوهاج. أنا عملت قاعة مؤتمرات في سوهاج. عملت قبل كده كان في زاب سارات حفله، بس عملها في فندق بره الجامعه، شاركنا فيها وكنت مع صاحبي يعني بيغني راب دوست طبعا. وشاركنا برضو في كافيهات بره في سوهاج يعني. وعملنا هنا في، انا عملت في كليه اسنان، وعملت في تمريض، وعملت في تجاره، وقلت اللي جاي احلى ان شاء الله. طيب ليك فرقة معينة بتشتغل معاهم ولا مع نفسك، ولا انت بتروح تقدم ازاي، بتسمع عن الحفلات دي؟ لا هو انا ماليش فرقة يعني، انا وبس صاحبي اللي هو بيغني راب لك عليه، ما هو بس احنا الاثنين مع بعض دايما في حفلاتنا يعني. انا معيش فرقة، هو ماهوش فرقة، لا احنا دايما الون يعني وحدينا، زي ما قلت لك الحوار ده مش منتشر. فيعني انا مفيش غيري مثلا او اثنين او ثلاثة في الاسرة عامة بيلعبوا البيت بوكس بس، لو مفيش حاجة اسمها بيت بوكس باند، لا كل واحد مع نفسه يعني بس. طيب لما بقيت متمكن فيها، الناس رد فعلهم ايه في الحفلات في المؤتمرات؟ بيجي يسالوك؟ المشكله ان احنا مثلا لما بنعمل حفله مثلا يعني، اخر حفله حضرتها عملناها في اسنان، لما بلاقي حد يقدمني مثلا اللي هو ابراهيم مصطفى يلعب بيت بوكس، الناس مش عارفين يعني ايه اصلا. الناس ماشي. طب ايه تعرفوا بيت بوكس؟ يا عم انجز، لا ما نعرفش البيت بوكس. فاخش اعمل البيت بوكس، بعد كده بيتفاجئوا فبيعجبهم الوضع يعني. بس بيجوا يسالوك بقى ازاي بدات وكده؟ يعني فانز بقى. طيب والاهل في البيت في دعم ولا ايه؟ لا طبعا مفيش اي دعم. اللي هو اهم حاجه دراستك، مش موهبة. دراستك اولا وبعد كده تعمل اللي انت عايزه يعني. بس طيب ايه الخطه المستقبليه، او ناوي تعمل ايه؟ نفسك في ايه؟ انا نفسي اجيب البايك بصراحه بتاع البيت بوكس، اللي هو البيت بوكس صوت بيحتاج هندسه صوتيه كتير. فاي هندسه صوتيه عايز ده مايك محترم. فالبيت بوكس كله نفس اصلا، وهوا خارج وهوا طالع، فمش اي مايك هينفع معاه. المايك بتاع البيت بوكس وحده بيعمل له 19000 20000 يعني حاجه مولع. فنفسي اجيب المايك ده واعدي بقى ان شاء الله. طيب ماشي، ليه مش بتفكر تدي دورات لاصحابك لمعارفك للي حابب الموهبه دي اصلا؟ بصي هو يعني ما عملتش كده، انا اتمنى اعمل كده، بس ورش بيسموها ورش عمل. بس انا اللي هو مش البروفيشنال قوي، ان انا لسه ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، ان انا بس بطلع السلم يعني. تعال على ان في ناس اكيد احسن منها، انا بتعلم. فانا لما اوصل لمرحله اللي هو خلاص يعني نف، انا خلصت اكتفيت من اللي انا بعمله، فانا هروح اساعد الناس دي. لكن انا ما وصلتش مرحله اللي هو البيرفكت، اللي هو خلاص اللي هو اقصى حاجه عشان اعلم الناس دي. عشان اعلمها لازم ابقى انا عارف بعلمهم، مش اعلمهم اي حاجه وخلاص بس. طيب ماشي، الاساسيات اللي انت يعني اتعلمتها، المفروض ان انت دلوقتي بتدور على الاماكن اللي انت تنمي نفسك فيها اكتر، دورات ورش عمل، المفروض تبقى بره او هنا في الصعيد، في حاجات متوفره كده؟ منعدم تمام نهائي نهائي. هو زي ما قلت لك، هو اساس الهيب هوب بقول لك عليه،
كله مش معروف له، يعني انت ما تلاقي ورش تمثيل، ورش اخراج، تصوير، فوتوغرافر، الكلام ده. لكن هيب هوب اللي هو راب دب ستيب سوري راب بريك دانس بيت بوكس، مش هتلاقي فيه ورش، انت كل حاجه نت اونلاين، تخش على اليوتيوب وتتفرجي بس. طيب كلمه عايز تقولها للشباب تعرفهم اكتر عن الموهبه دي، تنصحهم بايه؟ والله انا عايز اقول لهم يعني ان هو مش الموهبه بالذات، يعني اي حاجه في الدنيا، ما بلاش انك تسمع لاي حد، انك كده هتلاقي شخص بيحبطك دايما، يقول لك ايه اللي انت بتعمله ده، مش في البيت بوكس بس، سواء في الغنى، في الشعر، في لو بتعزف على آلة، اي حاجة، اي حاجة في بدايتها بتبقى صعبة، بتفشل فيها، بس ده بيبقى اختبار انك انت حابب الحاجة دي، عايز تبقى فيها اقوى، عايز تبقى فيها احسن. فانت لازم تقعد مع نفسك، لازم تبقى قد المسؤولية اللي انت هتعملها لنفسك، ولو نجحت في ده تبقى عارف انك انت موهوب، فتنمي موهبتك، ما توصلش عند نقطة تقول خلاص انا مش عايز، لا، معرفة، اقرا، ثقف نفسك، اعرف اكتر عشان توصل وتبقى انت نمبران، تبقى انت واحد، ما فيش حد يبقى فوق. اي نعم هيجي غيرك يبقى فوق، بس انت اسمك انك انت في يوم من الايام في المرتبة الاولى، اللي هو انت وصلت المرحلة انت نفسك توصل لها. طيب الموضوع ده مأثر على دراستك؟ والله مش مأثر على دراستي، لان انا بعرف اوفق. توفق ازاي؟ بعرف اوفق يعني، بصي مش هنضحك على بعض، هي تجارة ما فيهاش مذاكرة كتير يعني، تمام؟ بس الواحد اللي هو مثلا معاه كورس، لا خلاص انا معايا حفله معاه كورس، لا والله انا مش هروح حفله انا معايا كورس، طب ليه؟ لا ما ينفعش، ان انا لازم اوفق بين ده وبين ده. بعد كده الحفله بتبقى مثلا الصبح، خلاص انا اذاكر بالليل، انا مذاكره تبقى بالليل، انا اروح الصبح كده يعني، فاهم؟ الحمد لله يعني بقدر اوفق. دي حاجة بقى مختلفة عن اللي قبل كده. دي شوية فيها ميلودي يعني، اللي هو لحن. شكرا جدا يا ابراهيم، النهارده نورتنا والله. يا رب اكون ضيف خفيف عليكم على لا جدا اكيد يعني. ان شاء الله ربنا يوفقكم. ان شاء الله الشباب فيما بعد يستفاد من الموهبة بتاعتك وينميها اكتر. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا على حسن المتابعة، وتابعونا على فيسبوك موهبة.